The new U.S. peace plan for the Middle East demands an end to incitement and violence. And the president did something unique. He recognized basically the conditions on the ground, recognized reality, that in order for these two groups to live in peace, there's going to have to be some give and take here. And one of those pieces of the give is to understand you cannot continue down the road of indoctrination if there's going to be any peace in the region. That just makes sense. And so that's what the president wants to ensure happens to protect the people of Israel. 72 years after the Arab-Israeli War, 5 million descendants of Arab refugees from 1948 still dwell in the squalor of 59 refugee camps. The camps are run by UNRWA, the United Nations Relief and Works Agency. The residents are indoctrinated with the notion that they have the right to return to villages that existed before 1948. This is a core principle of the PLO, the Palestine Liberation Organization. الاطفال اللي بتعرفوا على كذا بلد مش انا بس القدس لا انا اذا انا وطني فلسطين في كذا مدينه يعني في بصير انتماء اكثر للطفل يعني بصير الاطفال هنا يعني عندنا ما بيخلي يعني حتى الان صار الولد عند الطفل او البنت عندنا صارت كثير متشوقه ترجع لبلدها الاصلي انا بشوف كل ما يمر يوم على النكبه وعلى التهجير كل ما اقترب موعد العوده ان شاء الله العوده والتعويض ولا بديل ولا بديل ولا بديل ثقافة حق العودة أكيد نركز عليها كثيرا وأكيد هذا هو جزء لا يتجزأ من ثقافة مناهجنا الدراسية نعطيهم نوصل هاي المعلومات لطلابنا في مدارسنا عن طريق مواد التربية المدنية والتربية الوطنية السلام عليكم بدي أسألكم من وين أنتوا أصلكم من أي بلد وبعدين نحكي عن النكبة شوي من أي بلد؟ من فلسطين. من حيفا؟ يافا؟ إحنا من حيفا. من حيفا؟ من يافا. دولة. من قضا يافا بيت دجل. بيت دجل. يافا قضا يافا. راجع بلادي راجع بلادي على أرض الأقصى راجع بلادي أنا ولادي أنا ولادي على أرض الأقصى راجع بلادي يا محلى القعدة يا محلى القعدة في حكورتنا يا محلى القعدة ما بنسى وعدي ما بنسى وعدي نرجع أرضينا وما بنسى وعدي Because of the antithetical culture of UNRWA, Arab refugees remain in the camps. UNRWA provides health, education, and health services. At the same time, it promotes an ideology that perpetuates war, encouraging residents to remain in their homes until they can conquer Israel and create a new country of Palestine. For decades, the United States was the lead donor to UNRWA, paying for about half its $1.2 billion budget. The U.S. stopped funding UNRWA last year after it determined that American tax dollars had been used to prolong the suffering of yet another generation of refugees. Within UNRWA schools, peace is never discussed. Instead, war is taught daily in prose and in songs. لا مش هيصير بين احنا واسرائيل لانه شردونا وقتلونا انه الاحتلال يعرف انه احنا انه هاي الارض النا ومش الهم انه يعني هاي مش ارض بلا شعب هاي ارض على شعب فلسطين فيش سلام بيننا وبين اسرائيل لانه بخربوا حقوق الفلسطينيه انهم يرجعوا لبلادهم اكيد لا لانه احنا لا بنعرفهم ولا هم بيعرفونا مش راح يكون سلام بينه وبين اسرائيل لانه اسرائيل هي عدوتنا وانا بحب اروح وانا بحب ارجع على كفر قاسم غصب عن اليهود وانصر على اليهود
هم مجموعة من الكفار والناصرة، ولا بحبوا الله ولا بيعبدوا الله وبكرهونا. نحن الثورة والغضب، نحن ما الأجيال من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. نحن الثورة والغضب، نحن ما الأجيال من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. ولما أم الاختيارة صبح نادت عالجارة، وقتل جن الحجارة تنرشك عالدورية، تنرشك عالدورية. مي العصافة قوي عالبرية، يا حتى ميت نسلم على الله، لا تنسى الناس في أرض العربية. فلسطين الناس نبيحة، بضلهم ظلهم عنا فلسطين الحرة، هنرجع بليتنا لازم نهجم عليهم. قول إن شاء الله سنة ورح نحررها، لازم نحاربهم عشان نرجع أرضنا، لازم نقاومهم ونرجع أرضنا اللي أخذوها منا. هاي لما أجوا طلعونا منها بالقوة، إحنا لازم نطلعهم، لازم نطلعهم من بلادها بالقوة، وغصب عنهم رح يطلعوا. مش رح تضل فلسطين في إسرائيل في فلسطين، لأنه فلسطين مش للبيع، والقدس مش للبيع، رح تضلها لنا. القدس عاصمة فلسطين الأبدية. نحاربهم ونقاومهم يعني بأكتر إشي بنقدر نعمله. في القرآن الكريم مكتوب بأنه زوال إسرائيل راح يتم على يد الفلسطينيين. At UNRWA schools, education is not limited to texts and is not confined to the classroom. Inside schoolyards, students pass by violent graffiti that glorifies killers. One of the Palestinian heroes is Dalal Mughrabi, whose image adorns alleyways near UNRWA schools and neighborhoods. In 1978, she led a terror gang that commandeered a bus and murdered 38 passengers, including 13 children. On the paths of UNRWA camps, children speak about Mughrabi with awe and reverence. صور شهداء سووا عمليات، إنه سووا عمليات لجل الوطن، يعني دلال المغربي سوت عملية تفجير وسوت فجرت حالها عند الجيش، يعني زي أختي وأمي بنت بلدي. دلال المغربي هي شهيدة فلسطينية شردت فجرت اليهود وهجرتهم. دلال المغربي أول شهيدة فلسطينية سوت فجرت من الجيش الإسرائيلي، يعني سوت عملية استشهادية. UNRWA schools portray Mughrabi as a role model. In its current curriculum, Mughrabi's photo appears in a study book for third graders. It is a key lesson in Our Beautiful Language, a new textbook issued in 2019. On page 63, pupils learn to chant the Land of the Nobles. The assignment calls for kids to liberate Palestine and to exterminate the current residents of Israel, the Jews. Here they chant the song in the classroom. Their lethal melodies do not resonate just in the classroom. Here, a teacher leads the same war song during a field trip as children prepare for the liberation of Palestine with toy guns. يا بلد الأقصى والحرم، يا بلد الأقصى والحرم، يا مهد النخوة والكرم، يا مهد النخوة والكرم، صبرا صبرا فالنصر لنا، صبرا صبرا فالنصر لنا، والفجر يطل من الظلم، والفجر يطل من قسماً سأضحي بدمائي، قسماً سأضحي بدمائي.
أرض الكرماء لروي أرض الكرماء أروي أرض الكرماء لروي أرض الكرماء بيب When we visited UNRWA schools, we found students eager to deny the existence of Israel or any Jewish connection to the land. طب ايش تعلمت عن الاسرائيلي؟ انه الكلاب باخذ ارضنا. فيش دوله اسمها اسرائيل. محتله فلسطين. وفيش بعدين شيء اسمه اسرائيل. هل ممكن الاسرائيليين يضلوا هون؟ لا منهجرهم من هون. تعلمنا انه احنا لازم ما نخليش ارضنا لا حد بنعرفهم مش ولازم ما نسكتش عن حق فيش شيء اسمه اسرائيل لانه احنا اسمها دوله اسرائيل احنا بس فلسطين لنا مستقبل القدس ان شاء الله راح تكون لنا اكيد على اكيد وفيش لا اسرائيل ولا شيء اسمه اسرائيل Given America's new insistence that Palestinians eliminate incitement and violence perhaps more UNRWA donor countries will ask why they allow millions to live as refugees in perpetuity.